الاتحاد الأوروبي يقيم ورشة عمل في بغداد بحضور نخبة من مختلف شرائح المجتمع تحت عنوان مشروع الحوار الوطني. هذا المشروع الذي يراهن عليه الاتحاد الأوروبي في توحيد الرؤى من خلال التعرف إلى الآراء وتقديم خارطة طريق إلى الحكومة العراقية من أجل المساهمة في استقرار البلاد والمنطقة. موضوع الحوار الوطني هو موضوع واسع جدا وكبير، وكما نعلم بأنه العراق فيه كثير من التنوع ويحتاج هذا إلى عمل وجهد كبير، ولكن الذي يميز هذا الشيء بأنه هنالك الأدوات التي يمكن تحقيق هذا الحوار وتحقيق هذا التوافق، ولكن يحتاج من المواطنين العراقيين أن يكونوا على ثقة بأنفسهم بإمكانية تحقيق ذلك الهدف. هذه لأول مرة أنا أزور العراق، وهذه الزيارة أعطتني انطباع جيد بخصوص أن هنالك تواصل، هنالك أرضية للتواصل بين العراقيين، وهذا نحن ما لدينا خبرة في المجتمع الأوروبي باعتبار أنا أنحدر من دول أوروبية، من دولة أوروبية، فهنالك 27 دولة أوروبية لدينا لغات مختلفة، ولكن الذي يجمعنا هو التواصل. الحاضرون في ورشة العمل هذه أشادوا بالجهود الدولية المبذولة من قبل الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز مفهوم المصالحة بين أطياف المجتمع، بما يساهم في تعزيز روح المواطنة بين الأفراد. هذا الحوار المهم لإحياء وترسيخ المواطنة عند كافة أو على اختلاف المجتمع العراقي من القوميات والأديان وغيرها، وهذه هي بداية جيدة تعتبر من قبل مؤسسة الأديان لتعارف الأديان في أوروبا. قناة زاغروز هي الوحيدة المدعوة في هذه الندوة النقاشية عن طريق دعوة خاصة لمديرة مكتب بغداد والمحافظات الزميلة هيفاء الحسيني، التي قدمت نموذجا تعريفيا لما تقدمه القناة من مبادئ تتناغم مع مشروع الاتحاد الأوروبي من أجل المصالحة. هذه الندوة هي واحدة من الندوات اللي أقامها الاتحاد الأوروبي في بغداد. هناك عدة ندوات مهمة جدا. رسالة الحوار الوطني العراقي مطابقة تماما لرسالة قناة زاغروس اللي هي التعايش وأيضا التآخي والمحبة والسلام. فكانت هناك كلمة مهمة أنه رسالة الحوار الوطني العراقي هو تنفذ على أرض الواقع من خلال عمل قناة زاغروس في بغداد وأيضا في المحافظات وأيضا في مقرها في إقليم كردستان. فالحمد لله قدرنا أن ننقل صورة إيجابية حول العمل الإعلامي اللي نقوم به. روح المواطنة مهم جدا، كان الصوت فيها عالي جدا في هذه الندوة. ويبدو أن الاتحاد الأوروبي من خلال منظماته العاملة يواصل مناقشاته مع جميع الأطياف العراقية لجمع الآراء المشتركة، بما يساهم في تعزيز أطر المواطنة والانتماء الوطني، على أمل تقديمها باستمرار للحكومة العراقية لحل الأزمات المجتمعية، خاصة تلك التي ظهرت ما بعد عام 2003 إلى الآن. من العاصمة بغداد، أحمد فيلي، زاغروس تي في.